انا عمامتي اللي على راسي اللي على راسي شي بعد بكيفكم يا موالين. كبر لنافلة الصبح وقرأ السورة مع الفاتحة وذهب إلى الركوع ورفع رأسه وذهب إلى السجود. وجاء عدو الله قال إمامنا سبحان ربي الأعلى وبحمده ورفع رأسه وهز اللعين سيفه وقال يا علي لا حكم إلا لله وضرب عليا على رأسه وفلق هامته. أين المنادي وائمة؟